المشكلة تاعت أبو دقيقة نقدم الورق قدمت 10 ليرة لعمل فيها كذا عملية ولدي بايزة ما ينقصش خالص مع 4 عيال أبو دقيقة الدكتور يكشف عليه يقول لك لا ما عرفش يبعث له الورق يقول لك لا ما فيش اسمك ما فيش ما فيش وفي ناس معاه فتادين وهتقبض وعند الغلبان ما يقبضش. قدمت في تكافل الكرامة؟ قدمت. طب ايه اللي حصل؟ قدمت اول دقيقه الموظفين اقول لك بكره شغالين بالحرف ما اعرفش ايه وهي وعايز كم يوم على كده؟ اللي اكتر من انا مقدم لي اكتر من 3 اشهر وكل يوم نيجي يقول لك بكره بعد بكره بعد بعد اسبوع بعد شهر شغالين بالحرف ايه؟ عايز بوفيني انت بس ولا الناس دي كلها؟ لا في ناس يامي مش انا بس. شوف مكان هنا برضه كده في ناس 15 نفر.